السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. معكم أحمد شفيق مدرب الأصوات والمقامات، والنهاردة قطفة جديدة مع فضيلة القارئ الشيخ محمود الرمادي. تعال نسمع وبعدين نتكلم. وما يستوي البحر. الله وما يستوي البحران وما يستوي البحران الله وما يستوي البحران الله 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 على الجمال. دقيقة عرف نفسه بنفسه، أنا مين؟ الله يفتح عليك. جمل قصيرة 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 من مقام السيكا، وجواب واحد جمع فيه السيكا بفنياته. جواب إيه؟ ده جواب وما شاء الله صوته بيلمع فيه خامة محترمة، خامة نفتقدها في هذا الوقت وفي هذا الزمن، وصوت مثقف عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. تعال نسمع الجواب ده تاني، الجواب ده ونشوف عمل فيه ايه. وما يستوي البحران هذا عذب فرات الله للدرجة دي جميل؟ والله اجمل من الجمال. مقام السيكة ومزج معاه فرع من فروعه وهو مقام الاوشار. فضيلة الشيخ محمود اكتسب هذه الطبقات اللامعة الرائعة من فضيلة الشيخ ابو العينين شعيشع. يا وادي يا احمد بقى بالذمة الكلام ده؟ ايوه بالذمة الكلام ده، وتعال نشوف الدليل. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم. الله الله، ايه التمكن ده؟ والله جايبه بالظبط بالملي، مفيش عربة ناقصة، مفيش فتفوتة ناقصة، جايبه بالظبط. جايب مين؟ الشيخ ابو العينين شعيشع، صاحب قدرات صوتية جبارة. لا يا عم الشيخ محمود، ما يتسكتش عليك ابدا، احنا عايزين نسمع تلاوات كاملة من حضرتك، عايزين الإبداع ده الناس كلها تسمعه يا جماعة. بتقولوا الجمال فين؟ ومصر ما فيهاش، مصر فيها عمالقهم، انتوا دوروا يا سيدي. ما تدورش، انا بدور لك وبجيب لك لحد عندك، اسمع انت بقى. شكرا لكم، نلتقي الحلقة القادمة في قطفة جديدة مع قارئ جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم أحمد شفيق.